في تجميل. أهلا بكم، هذا يوم مهم للغاية في عالم الدكتور. أسباب تأخر الإنجاب كثيرة جدا، وتأخر الإنجاب مشكلة، وقد يقترب من توتر كبير جدا يحدث في العائلة. ما تزودوش زي ما بنقوله الطينة بلة، ونحط كمان عامل مهم جدا يؤثر على الحمل وهو التدخين. التدخين يا جماعة شيء خطير للغاية، ولا أمل من ذكر أضرار التدخين. التدخين ممكن يسبب، لو الست اوريدي وصلت للحمل، هو التدخين بيعمل حاجات كتيرة، لكن لو فرضنا ان هو وصلت الست لانها تكون حامل، فالتدخين قد يضرها ضرر كبير جدا اثناء الحمل. بيزود فرص انفصال المشيمة، بيزود فرص الموت المفاجئ للجنين، القضية المخيفة جدا، بيؤدي الى فرصة اصابة الجنين ب تأثر عقلي. مش عايز أقول الكلمة القاسية، إنه ممكن يؤدي إلى intrauterine fetal growth retardation، وده بقى كلمة retardation هنا في الجروس في أي حتة، ممكن في النمو الجسدي في أجزاء، في النمو العقلي، في علاقة وثيقة بين أطفال عندهم قصور عقلي اتولدوا وبين أم مدخنة. فما تزودوش الطينة بالله، ما تزودوش المشاكل اللي عندكم من حاجات انا اتعرض لها، زي اورام الليفيه، زي بطانه الرحم المهجره، زي اشياء انتوا مالكوش يد فيها، باشياء ليكوا يد فيها وهو التدخين. ده الكلام للستات والازواجهم، الكلام هنا مثير للغايه. لكن يبقى تاخر الحمل مشكله كبيره تحتاج الى فهم ودراسه، وكما اقول دائما اسباب تاخر الحمل واكتشافها ده شيء من العبقرية الطبية، من الذكاء الطبي الذي يحتاج إلى دراسة علمية دقيقة، وإلى فهمكم أنتم كمان لهذه الأسباب. النهاردة يوم مهم جدا مع ضيف مهم جدا، الرائد القدير والعالم الكبير في عالم النساء والتوليد، اللي احنا بنسعد وبنفتخر بقبوله استضافتنا وبعلمه اللي بنستفيد منه. أنا شخصيا على مستوى العلمي استفيد كثيرا جدا من ضيفي والقمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد يحيى. أي حالة في الدنيا عملت حقن مجهري وفشل 3 مرات احنا بنعملها تقييم من الأول خالص. نسبة الحمل في الدورة الناس الطبيعية خالص 18-20%. تخشى ان البويضات تتأثر بسبب تقدم العمر. الحمل الاولاني هو اختبار للزوج والزوجة. العيان يجب ان هو يبقى بيثق ان الدكتور هيعمل له اللي هو محتاجه مش اللي يعرفه. الاستاذ الدكتور محمد يحيى، استاذ امراض النساء والعقم بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد يحيى، الاسم الكبير ورائد الحقن المجهري القدير، وأول من أدخل الحقن المجهري في مصر، والرائد الذي تبنى هذا العلم. أهلا بك أستاذنا. أهلا وسهلا. منور الدكتور. منور. عايز أبدأ بالحمل الطبيعي. يعتقد الكثيرون أن الحمل الطبيعي شيء سهل، والمبدأ المصري المشهور هو هي ما بتحملش ما كل الستات بتحمل. هو طبعا شيء سهل وصعب يعني، انما هي الفكره ان مش كل الناس بتقدر تحمل. يعني في اي مجتمع في الدنيا في 10-15% من الستات ما بيقدروش ان هم يحملوا لوحدهم، وبيحتاجوا طريقه اخرى لمساعدتهم. فلو احنا بصينا لها 85% من الستات بيحملوا، لكن في كمان جزء كبير 10-15% دول محتاجين مساعدة عشان يحصل حمل. هبدأ الأول بالأورام اللي فيها كسبب مشهور من أسباب تأخر الإنجاب. أولا عايز أقرب للناس الأورام اللي فيها ما هي، ثانيا
متى تكون الأورام اللي فيها فعلا سبب من أسباب تأخر الإنجاب؟ هي الأورام اللي فيها الحقيقة منتشرة بكمية كبيرة قوي، وفي معظم الأحيان وجودها ما بيأثرش لا على الحمل ولا على الإنجاب. تبتدي تعمل تأثير يا إما من مكانها، يعني لو هي موجودة جوة تجويف الرحم بغض النظر عن حجمها، أو لو هي ابتدى يبقى حجمها كبير وهي موجودة في جدار الرحم تبتدي تأثر. الحجم الكبير ده هو عادة في حدود 4-5 سنتي، أو لو هما كتير، لأن عادة الأورام اللي فيها ما بتجيش واحدة، بيبقى أكتر من واحد. لكن وجودها بره الرحم ده بيخلي التأثير بتاعها قليل قوي، إلا إذا وصلت حجم كبير قوي، وفي الحالة دي هي ممكن إن هي تعمل لنا مشاكل أثناء الحمل. دي تبدا بقى المشكله تحصل فعلا. بالظبط. طب الاورام اللي فيا نقف قدامها شويه، حقيقه تحولها لاورام سرطانيه قليل قوي، نادر. يعني الاورام اللي فيا الحقيقه الست لما بتسمع كلمه ورم بتبتدي تقلق، لكن الاورام اللي فيا من النادر ان هي بتتحول الى اورام خبيثه. النسبة تقريبا حوالي 1/10%، فنسبة قليلة قوي. لكن هل ممكن يحصل؟ وفي أعراض بنقدر ان احنا نشوفها، انما مش كل ورم ليفي بنلاقيه واحنا بنفحص السيدة يبقى ده مؤثر على الحمل ونقول لها لازم تشيله او ان لازم يحصل ليه تدخل. لو الرحم ابتدى الورم دوت يكبر بسرعة، شكله فيه مشكلة في الموجات الصوتية، ابتدى يبقى معاه أعراض معينة، في الوقت ده هو نبتدي نشك، إنما عادة ما بيتحولش لحاجة وحشة. عظيم. إيه بقى الخريطة العلاجية؟ إزاي نتعامل مع الأورام اللي فيها؟ الأورام اللي فيها إحنا أكتر وقت بنشوفها فيه الحقيقة بنشوفها وست حامل، فعشان كده بقول إن مش كل ورم ليفي بيتشاف ده معناه إن هو لازم يتشال. انما لو الورم الليفي ده موجود جوه تجويف الرحم، ده علاجه ان احنا بنشيله بمنظار لتجويف الرحم من غير فتح بطن ولا حاجه. لو الورم دوت موجود جوه جدار الرحم على حسب حجمه، في بعض الاحيان بنقدر نشيله بالمنظار، وفي بعض الاحيان بنضطر ان احنا نعمل عمليه فتح بطن ونشيله. انا هنا بتكلم على السيده اللي عندها مشكله في الانجاب. لكن لو السيدة دي جاية بورم ليفي وهي مش عايزة تحمل أو عمرها متقدم، دي في طرق تانية للعلاج موجودة دلوقتي، سواء أشعة تداخلية سواء بالموجات الصوتية المركزة. إنما احنا موضوعنا النهاردة في واحدة عايزة تحمل وعندها ورم ليفي، ودي ما يناسبهاش الطرق دي في العلاج، لأنها ممكن تأثر على القدرة في الإنجاب بعد كده. شلنا الورم اللي فيه، هل ننتظر حمل طبيعي أم نلجأ للحقن المجهري والفيصل إيه؟ على حسب إحنا في سبب تاني ولا لأ. يعني السيدة اللي عندها ورم ليفي وجوزها عنده مشاكل عدد قليل حركة قليلة، دي دفنتلي أتعمل حقن مجهري على طول. إنما لو واحدة عندها ورم ليفي موجود جوه تجويف الرحم ومفيش اي مشاكل تانية وشلناه، عادة بندي ما بين 6-8 شهور وبعض الاحيان سنة على حسب سن العيانة، وننتظر حدوث حمل طبيعي. ما حصلش حمل طبيعي يبقى في الوقت دوت بنتدخل ونعمل حاجة تانية. لو احنا شلنا ورم ليفي من جدار الرحم وكان فيه التصاقات شديدة، دي مش هنستنى. انما لو واحدة شالت ورم ليفي ومفيش سبب تاني والدنيا كويسة قوي، بنستنى برضو ما بين 6 شهور لسنة على حسب سن السيدة. يعني لو سنها صغير بنستنى سنة، لو سنها كبير بنستنى 6 شهور. هنتقل إلى الأنابيب. والأنابيب لماذا زادت مشكلتها؟ وما هي أكثر المشكلات المتعلقة بالأنابيب؟ الأنابيب بقت رمز حتى في الدراما، لما بيكتبوا على ست متأخرة في الإنجاب يعني المؤلف يكتب على الأنابيب. هو الأنابيب دي الموصل ما بين الرحم والمبيض، وهي مش أنبوبة بلاستيك، يعني ليها وظائف كتير قوي. فالأنابيب دي في جواها أهداب، الأهداب دي عاملة أبسط تشبيه زي المكنسة.
فهي بتزق البويضة، لأن البويضة ما بتتحركش في اتجاه الرحم، وبتفرز إفرازات معينة عشان تزود القدرة على الإخصاب، وبتغذي الجنين في المراحل الأولانية، لأن الجنين بيفضل في الأنبوبة تقريبا أول 3-4 أيام. لو حصل التهاب بيبتدي يأثر على الأهداب اللي موجودة جوه الأنابيب. الالتهاب ده ممكن ان هو يكون نتيجة لالتهابات مهبلية، يكون حصل بعد عملية، حصل بعد الزايدة، عمل سقاط حوالين الأنابيب قفلها، ده كله بيأثر على السكة اللي توصل الحيوان المنوي للبويضة. المشكلة انه ممكن قوي انه ما يقفلهاش خالص، وبالتالي يخش حيوان منوي لكن يفضل الجنين جوه الأنبوبة، ويحصل لنا الحمل اللي في مش مكانه الطبيعي اللي هو الحمل خارج الرحم. مشاكل الأنابيب زادت ليه؟ زادت عشان أولا الالتهابات اللي ما بتعالجش مظبوط، الالتهابات بتحصل بعد العمليات سواء كانت قيصرية، زايدة، انسداد في الأمعاء، كل دي بتعمل مشاكل، وبالتالي ممكن انها تأثر على الأنابيب. كيف نتعامل مع مشكلة ارتشاح في الأنابيب؟ القول الفصل ايه؟ لانه في لخبطة ساعات، في ناس بتعمل الحقن المجاري وتسيب الأنابيب فيها مشاكل. هو الارتشاح في الأنابيب او تمدد الأنابيب ان هي يبقى فيها سائل موجود جوه، السائل ده ممكن ان هو يرجع جوه الرحم، ونعمل عملية حقن مجهري، وبعد كده ننقل الأجنة، لكن السائل ده يقلل او يمنع ان الأجنة دي تمسك جوه الرحم. فاحنا اللي بنعمله في الاحوال دي هي ان احنا بنمنع السائل ده ان هو يرجع، عن طريق ان احنا بنقطع الاتصال ما بين الانبوبة وما بين الرحم. مش كده بس، احنا السائل جوه ده لازم نعمل له درينج، لازم نبعده عن المنطقة دي هيت. فبنفتح الأنبوبة يا إما بنستأصلها خالص على حسب السن بتاع المريضة ومخزون المبيض عندها قد إيه، ونسمح إن السائل دوت ما يتكونش بإننا نفتح الأنبوبة. إنما إن إحنا نعمل حقن مجهري وفي تمدد وسائل جوه الأنبوبة، ده الحقيقة مش مظبوط، وبيخلي نسب الحمل تقل جدا في اطفال الانابيب والحقن المجهري. هل اللي حصل لهم مشاكل في الانابيب فرض عليهم الحقن المجهري على طول، ولا يمكن علاجها ويمكن على حسب نوع المشكله؟ يعني المشكله لو في التصاقات خفيفه حوالين الانبوبه، والست دي سنها صغير، بنعملها منظار وبنسلك التصاقات دي وبتبقى عندها نسب حمل كويسه قوي. انما اللي الانابيب عندها فيها مشكله كبيره او الاهداب باظت، دي هيبقى تضيع وقت ان احنا نسيبها. فبيبقى الحل العائل من الاول ان هي تتجه لاطفال الانابيب او الحقن المجهري. عايز اروح لنجم الشباك بطنط الرحم المهاجر. هي دلوقتي اعتقد انها محور حوار كبير حتى في المجتمعات الطبيه العلميه، يعني كثير من المؤتمرات بتتعمل حولها. لكن خليني اقول انه متى نقول ان بطنه رحم المهاجره هي مسببه لتاخر انجاب؟ هل كل بطنه رحم مهاجره؟ لانه يبدو ان كلامنا اتفهم غلط عند كثير من الستات، انه لو اتقال لواحده انت عندك بطنه رحم مهاجره بيصيبها الهلع وتظن انها مش هتنجب. هل كل واحده عندها بطنه رحم مهاجره؟ لا. يعني هي بطنه الرحم المهاجره دي اولا درجات كتير، يعني بتبتدي من الدرجه الاولى للدرجه الرابعه. في ناس كتير قوي احنا بنكتشف ان عندهم بطنه رحم مهاجره واحنا بنعمل لهم قيصريه، او لو عملت فتح بطن لاي سبب من الاسباب. فمش كل واحده عندها بطنه رحم مهاجره دي كتب عليها انها لازم تعمل حقن مجهري او منظار او اطفال انابيب. والتاثير بتاعها على عدم الانجاب ملوش علاقه بالحجم. يعني بعض الاحيان واحدة بيبقى عندها بطانة رحم مهاجرة حجمها صغير قوي لكن ما بيحصلش حمل، واحدة تانية جاية حامل ونبص على المبيض نلاقي عندها بطانة رحم مهاجرة كيس كبير 4-5 سنتي. دي أول حاجة. الحاجة التانية
ان مش كل بطانة رحم مهاجرة يجب انها تتشال. التقييم بتاع العيانة هنا هو ده مهم جدا، يعني هو مش مجرد تشخيصنا لانها عندها بطانة رحم مهاجرة يبقى معنى كده جري نعمل لها عملية. لما بنشوف بطانة رحم مهاجرة في بنت عندها 18 سنة وعندها كيس بطانة رحم مهاجرة، دي مش ممكن نلمسها، مش هنعمل لها عملية، دي هنديها دواء. الدواء ده هو هيقلل من ان البطانة دي تعمل لها مشاكل، هيصغر حجمها، ممكن يخليها بعد فترة طويلة ان هي تختفي، وبعد كده لما تتجوز نبتدي نقيمها من مرة تانية. وبرضو نفس الكلام لو واحدة جاية حامل وعندها بطانة رحم مهاجرة، ده مش معناه ان انا لا ده انت عندك بطانة رحم مهاجرة اعمل لك عملية، اعملها عملية ليه؟ فبطانة الرحم المهاجرة يجب تقييمها جيدا. كنا زمان بنعمل لهم عمليات كتير قوي، بنعمل لهم مناظير، بنعمل لهم الكلام ده، دلوقتي قبل ما نلمسها لازم بنشوف مخزون المبيض قد ايه. لو مخزون المبيض بتاعها قليل، وده الحقيقة كتير قوي في حالات بطانة الرحم المهاجرة، حتى وهي موجودة بنفضل ان احنا نعمل لها حقن مجهري على طول وما نلمسش دي، لان كل مرة هنلمس المبيض هنقلل المخزون. والاهم من كده هو ان بطانة الرحم المهاجرة احنا بنعملها واحنا عارفين انها ترجع او هيطلع واحدة جديدة، فالحل هنا بيبقى تملي حل مؤقت مش اكتر من 6 شهور او سنة، وبعد كده بترجع تاني. ما هي اكثر الاخطاء شيوعا في التعامل مع بطانة الرحم المهاجرة الان؟ الحقيقة العمليات كتير، لان يعني احنا دلوقتي بنشوف للأسف نتائج العمليات اللي اتعملت، ان واحدة عندها 28 سنة وتعمل لها عملية او اتنين لبطانة الرحم المهاجرة وجاية عايزة تخلف وخلاص المبيض مفهوش، مخزون المبيض خلص وما بتطلعش بويضات. دي لو ما كانتش عملت عملية وما كانتش اتلمست وخدت دواء لغاية ما تعوز انها تخلف يمكن كان وضعها دلوقتي مختلف خالص. فديفنتلي العمليات مش الشطارة ان انا اشيل المبيض ببطانة الرحم المهاجرة، لان المبيض ما بيتعوضش، مفيش بويضات جديدة ومفيش مبيض جديد هيتخلق. ده بقى زي اللي بيهش دبانة بمدفع يعني. بالظبط. انت بتضرب على الدبانة رصاصة وهي على قلبك يعني. بالظبط. هروح للحاجز الرحمي، يعني انا لما اكون اتخيل ان حد يفوت تشخيص الحاجز الرحمي، يعني هل ممكن انه يعني بس ده شيء يبقى غريب جدا؟ لا مش غريب ولا حاجه، ما انا عارف. هو انا يعني انا استغربت ان انا شفت حالات عندها حاجز رحمي وناس مش واخده بالها. هو برضو خلينا نبتدي بان مش كل حاجز رحمي بيعمل مشاكل، وان احنا بنشوف حالات كتير قوي حوامل وعندهم حاجز رحمي، انما احنا بنتكلم هنا على العيانه اللي عندها مشكله ومش عارفه تحمل وعندها حاجز رحمي، فدول برضو نوعين مختلفين. العيانه دي هي ديفينتلي لو احنا ما شخصناش الحاجز الرحمي وعملناه قبل ما نشتغل ده هيأثر على النتيجه بتاعتنا. وخصوصا النهارده الحاجز الرحمي يعني زمان وانا نايب كان الحاجز الرحمي ده عشان نعمله العمليه، عمليه فتح بطن وقص. دلوقتي بيتعمل بالمنظار، العيانه بتخش وبتخرج بعدها بساعتين يعني. هل بعدها يعني الوضع الرحم يتقبل حمل طبيعي ولا تجهيزات معينه ولا حقن مجهري؟ لا، لو عيانه عندها حاجز رحمي وشلنا لها الحاجز وما عندهاش مشاكل تانية، لا احنا بنديها فرصة للحمل الطبيعي. لو ما حصلش حمل نبتدي نعيد تقييمها تاني، وعادة بنعمل لها حاجة اسمها سكند لوك، ان احنا نرجع نبص تاني على الحاجز ده اتشال كله ولا لا، هل في جزء تاني محتاج ان هو يتشال. وبعد كده لو ما حصلش حمل بتعمل بقى بتعامل على انها واحدة عندها مشكلة ما بتحملش. انما مش الحاجز هو بس السبب في الحالات دي. هل الالتصاقات زادت؟ هل الالتصاقات زادت؟ زادت الحقيقة لأسباب كتير قوي. أولا زي أي حاجة في الدنيا، لو المنظار الرحمي ما تعملش مظبوط، استعمل فيه كهرباء بدون معنى، ده ممكن يعمل التصاقات. عمليات الكحت، التهابات، كل ده ممكن يعمل التصاقات.
لو حصل التهاب بعد الولادة أو بعد قيصرية ده كله بيعمل ممكن يعمل التصاقات جوه الرحم. فالتصاقات دي برضو بتتدرج من ان هي تبقى التصاقات قليلة قوي لواحدة ما بتجيلهاش الدورة لان جدار الرحم كله كولابس ما بقاش موجود اتقفل بالظبط كده. التصاقات علاجها يستدعي برضو حقن مجهري ولا ممكن نسيبها للحمل؟ لا يعني هي العيانة اللي عندها التصاقات جوه الرحم دي لازم هتعمل منظار رحم ويتعمل لها اسسمنت كويس. الحقيقة دي من اوحش الحالات في الدنيا لان المشكلة ان جدار الرحم ممكن ان هو يستجيب ويبتدي ينمو تاني وبعض الاحيان بنشيل التصاقات ويبقى في تجويف رحم كبير لكن بطنط الرحم نفسها ما بتتكونش والحالات دي علاجها في منتهى الصعوبه للاسف. اللحميه بتشتغل زي ما تكون الست مركبه الاول وبرضو علاجها سهل قوي وتشخيصها الحقيقه بيفوت على ناس كتير قوي. علاجها منظار رحم وبنشيلها. المشكله فيها ان هي بترجع يعني جسم الست عنده قابليه في جزء في جدار الرحم ما بيستقبلش الهرمونات كويس وما بينزلش مع الدور فيبتدي ينمو مره تانية. فكتير قوي بنشيلها واذا ما حصلش حمل في ظرف 5-6 شهور اللي هي رجعت تاني ونضطر ان احنا نشيلها. انما دي وضعها اسهل بكتير قوي من التصاقات الرحميه. وبعدها برضو بندي فرصه للحمل الطبيعي اذا ما كانش فيه مشكله. لو فيه مشكله هتعمل حقن مجهري. ما فيهاش مشاكل كبيره يعني ما بس حضرتك قلت ان ممكن ميس دياجنوست ممكن حد يتفلت منه لا صغيره. هو برضو الزوايد اللي هي اقل من 0.5 سنتي تاثيرها على الحمل قليل. احنا بنتكلم على اما تبتدي تزيد عن كده والحقيقه عشان نشوفها لازم يا اما بيبقى حد خبير او بنعمل لها موجات رباعيه او بنحط محلول ملح جوه الرحم فيبتدي يفصل الجدارين عن بعض فنشوف الزوايا دي كويس. الحقيقه حضرتك امتعتنا برحله من وقتك الثمين في مشاكل تأخر الإنجاب. رحلة جميلة رحلة فيري سموث انتقلنا فيها عبر الأورام الليفية وشهرتها وطبعا يعني نجم الشباك أنا اللي سميته نجم الشباك بذات الرحم المهاجرة ثم مرورا على الـ طبعا الأنابيب بمشاكلها والحواجز الرحمية بانتشارها واللحمية سهولة عدم تشخيصها. هذه هي المشاكل لكن يبقى وجودك معنا إضافة هائلة وفخر لينا لأنك رائد قدير أضفت قيمة كبيرة جدا للإعلام الطبي وصار وجودك معنا جزء مهم من وجود رواد للتخصصات المختلفة. أنا بكلم على الرواد اللي هو وجود حضرتك والدكتور حسام موافي والدكتور كمال سامي الناس اللي بنوا أجزاء معينة في العلم الطبي في مصر وانت واحد منهم في الجزء النسوي التوليد. انا متشكر جدا على زيارتك النهارده استاذنا الاستاذ الدكتور محمد يحيى استاذ ورائد الحقن المجهري واول من ادخل الحقن المجهري في مصر واستاذ امراض النساء والتوليد والعقم كليه الطب جامعه عين شمس كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق. يبقى العلم مهم جدا ان تفهموه جيدا ولكن الدكتور قبلته علم لا تنتهي. خليكم مع الدكتور.